بسم الله الرحمن الرحيم. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أعمل في الشرقية وفي مدينة الهفوف بالذات، وفي الآونة الأخيرة دخل معنا الرافضة في المجال العسكري بكثرة، ونتعامل معهم بالأكل والشرب والمجالسة والمخالطة، ونعلم بنواهم خبيثة ومذهبهم التقية أو التكية، ولا نعلم بالولاء والبراء من ناحية هؤلاء. وكثير منا إخواننا هناك يتعاملون معهم بالضحك وأخذ وعطاء ومعامل كثيرة، ولا يبدون الكراهية لهم، فما حكم هذا يا شيخ؟ الذي أرى أن تحرصوا على أن تتألفوهم للأخذ بالسنة، وتقول لهم أنتم الآن مقرون أننا أهل السنة، فهل أنتم تكرهون السنة أو لا؟ ونحن نوافقكم أن من آل البيت من ظلم كالحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن هل الأولى أن نتبع المظلوم أو أن نتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وجادلوهم بهذه الأشياء، لكن بدون عنف، بإرادة هدايته، ولعل الله أن يهديهم. فإذا قالوا مثلا الأئمة، أئمة الشيعة فيهم كذا وفيهم كذا، قلنا نعم، وأئمة السنة فيهم الخير والصلاح، نعم، وجادلوهم. فلعله مع كثرة المجادلة، وأريد بالمجادلة المناقشة، لعله يحصل في هذا خير. يا شيخ، الموجودين في مجال العمل ليسوا لديهم علم، بل عامة أكثر من العامة أيضا، ولا يفهمون أبدا، والولاء والبراء عندهم يعني يأخذون ويعطون بشكل رهيب، ولا حتى أنهم لا أنا قصدي إن هؤلاء الشيعة، أما السنة عوام السنة دولة كما قلت ربما لا يعرفون عن هذا الشيء، هذا ما أمرهم منتهي، ومع أهل السنة ولا فيه مشكلة. المهم، هل عليهم خطر منهم؟ إذا كان عليهم خطر يجب أن نعلم هؤلاء العوام بالحق حتى لا يضلوا، أو أن نسألهم بين حين وآخر هل قالوا لكم شيئا؟ لأن قصدي أن أهل السنة، أنا أود أن أهل السنة يتألفون الشيعة ليدخلوهم السنة.